السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نتعرف في هذا الفيديو إن شاء الله على طريقة احتساب مماثلة الأجرة. هذا الموقع فهو تابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة. إذا سوف نقوم بمثلا ملء هذه الخيارات. عندنا هنا الصنف، مثلا أشتغل في وزارة التربية الوطنية، موظف وزارة التربية الوطنية، التعليم الأساسي والثانوي. يمكن أن أقوم باختيار مثلا قطاع آخر، قطاع أشتغل فيه، قطاع آخر، الهيئة، هيئة التدريس، مثلا السلك أو الإطار، أختار مثلا أستاذ التعليم الابتدائي أو الثانوي أو المبرزين، الرقم، الدرجة، أختار مثلا أي درجة أشتغل فيها، ثم الرتبة. هنا سوف أختار رتبة مثلا عشوائية، مثلا الرتبة 6 مثلا. الجهة أيضا سوف أختار جهة عشوائية مثلا. مكان العمل، ثم التعاضدية العامة للتربية الوطنية. مثلا متزوج، نعم أو لا، سوف أضغط هنا مثلا نعم. عدد أطفال سوف أضعه مثلا 2، ثم أقوم بالضغط على احتساب. كما تلاحظون فجميع المعلومات هي الآن كما نراها. الأجر الصافي هو 6654 درهم. هذا كمثال على احتساب الأجرة، يعني معلومات عشوائية قمت بإدخالها. أنتم سوف تقومون بإدخال المعلومات الصحيحة. كما تلاحظون هنا كمثال، كل طفل فيتم تعويضه ب300 درهم، يعني طفلان هي 600 درهم. تعويض عن التعليم، تعويض عن الأعباء، تعويض عن التأطير، الراتب الأساسي، يعني جميع المعلومات. فهو موقع يمكننا من احتساب مماثلة احتساب الأجرة لمن وجد مشاكل في موقع الخزينة العامة. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.